خطك يا شقيق سر في خطك. أحضر أخطار الطريق أحضر أحضر تيرارم تيرارم سر في خطك يا شقيق سر في خطك. أحضر أخطار الطريق أحضر أحضر تيرارارارارم سر ويدك سوق بمهلك سر ويدك سوق بمهلك. أذكر أولادك وأهلك أذكر أولادك وأهلك أذكر أولادك وأهلك أذكر أولادك وأهلك وأذكر العهد الوثيق سر في خطك يا شقيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا جالس بساحة للعشاق مع الليدة حقي تحتي. بلا يا حرمة أقول لك بالشغل تقولي لي من دريش. أيوة أيوة داري داري إن أنا أولاد مليح وعيوني زرق شعري شقر وجسمي تقولي الله سلمان خان ناقصني إلا الفوشة. بلا يا حرمة داري إن النوبة تخلص الساعة 8 بس كيف شنو أروح لك قدام عد ورا حبكت حبكت اليوم الناس كلهم يسوقوا بأمانة ويمشوا بنظام. يا ربي ما لقيتش مخالفة بخمسين ريال. قاري جمال ما قزعش جنبي بسقوع مخالفة. إيه ليه ليه واحد يسوق ويتكلم بالتليفون. أطبخي مش وقتي خلينا عرضه. ناوي لك علانية بس انت أقرب شوية. إذا ما حلحل جيوبك وشل فلوسك بدي ناوي لك علانية من عرطوه مكانك مكانك يا مخالف. انت انا وقفت تاكسي ولا الخيل حق اوسكار؟ وابوي انا وابوي بافر لي بافر. أنا الحين تخرجت من واحد قد طلع لي الثاني. هيا يا فندم أنا ربعك هارقني وقل لي شو غلطي. ها قلت مش داري ايش غلطه. تسوق سيارة يعني ماكينة تايرات تيوبات وانت تتكلم بالتلفون مش عارف انه ده خطر على حياتك وحياة الناس. ها انا خليتك تسوق السياره وانت تتكلم بالتليفون. قزع جاهل دقيته خرج له دم مات الجاهل وديته مستشفى سلمت هدية. ايش استفدت؟ وانا شو دراني؟ وكمان مش مركب حزام الامان. لا اليوم الضمير المهني شكله بينتعش. سلام ضميرك يا فندم سلام ضميرك. لكن أنا فدوك تعال تعال بهرقك تعال تعال بهرقك. أنا كنت هرق بالتلفون مع واحد زبون. بالله؟ خفت أحسب إن ده البابور حقي. لا حق من؟ ده البابور شعاع مش حقي. أنا مش داري. أنا اللي شاقي شاقي فوقه 3000 ريال باليوم يدفعها لصاحب البابور. ومش له هكا وعاد البترول علي كمان والسليط علي كلهم فوق علي. وان حد برضه تحش البنكة برضه علي. الله يعيني علي. اما بالنسبه للحزام هذا حق الامان. ايوه انا في دوك الدنيا زره حمى الواحد مش يتهال الثياب اللي هم فوقه. ها وبعدين يا اخو قدم معي حزام واحد رابط بالفوطه. شوف انك هنا انت غلطان. ما دام معك حزام واحد اربطه فوق وسكه نفسك المخالفه توقع القلب. ها وانا اقرص لك هكا من تحت برزان. ها برزان. يا اخوي يا اخوي انا في دوك انا في دوك سامحني انا منكد انا تعبان انا ضيخان. يا صدق انه قصتك دي قطع لي قلبي وعني بحلقي بحلقي. تذكرنا بواحد من صبح ربي مقدول هنا والشمس فوقه ولا دخل جيبه ريال. يعني الحال زي بعضه علشان كده انا بكون متعاطف معك بس المشكله مش بيدي
المشكلة هنا بضمير المهني. سد انت وياته. افتهمي افتهملي. هنا مخ مخ شو نفيته؟ ها أبا ها مساكة مساكة مساكة. ها لا 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 ما قبلش الرشوة. لضمير المهني مباشر. ثاني ثاني ها ثاني ثاني الضمير المهني. ها خامضي. يلا مع السلامة. إيش ده؟ 50 ريال 50 ريال يا مصلب. ضمير المهني خيطته من هنا لهنا عند الترسي. تطرح له 50 ريال. اسمع طلع أوراقك يا فندم. يا فندم أنا ربعك أنا فدوك. خليني هب لحق الزبون. بعدين يا أخوي يقول لك المثل لن تتبى لبن فرق على وجه البقرة. دي وجه البقرة فيها لبن. روح شوف لك سيارة مرقم سعودي إماراتي صالون أبو دبة تجي فوقنا نحن الضباحة المنكدين من حياتنا. ها اسمع اسمع انت شكلك لويك بتدوخ بي. بتطلع اوراقك كل اليوم. هيا هيا خارجنا. طيب طيب بخارجك اوراق. ها 50 ريال مو في تاير بنشر. لا الاوراق مالهم نسيتهم. لا للضمير المهني بينتعش. يا فندم يا فندم سلام ضميرك يا فندم. اديني هذه المرة وبس وبعدين بلبس الحزام وبجيب الشوالي والوزن ويلا حسب الله معانا عقد ودخلة. مين المرة دي؟ شوف معانا مخالفة الليسن ب10,000 ريال زائد مخالفة الحزام ب4,000 ريال يعني المجموع كله 14,000 ريال. وايش جي؟ الكشافة مكسور. لا اسمع انت سلم نفسك الديري وخارج عمرك. ده بقول لك شعل ام عند الكشافة وخلاص. شعل طفح الكيل طفح الكيل. انت داري المفروض منو اللي يسوي الكشافة؟ منو؟ انتو. ابا ابا طريق طويل عريض كل ابوها حفر تقيه فوقها بس لا دربتك 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 دربتك. مالك كأنك فوق جاري جمل مش فوق سيارة. يومين يحفروا ويومين يرصفوا يومين يحفروا ويومين يرصفوا. مالا رجعوا لي كما عيال البسمة. أو يا جماعة الخير عقشوا هذه الحفرة. قالوا نعمها بالبيب حق الماء. طيب وهذه الحفرة عقشوا. قالوا نعم اسمه ذا قرح الكيبل. الكيبل حق الكهرباء قرح. مالا لأبوكم قارح يقرحكم إن شاء الله. طيب وهذه الحفرة حق شو؟ قالوا نعم المقاول. المقاول نسي بانه 250 ريال. قشع بها طريق 250 مليون. أبا أبا منين جابوها هذه البانة؟ منين؟ ملا دي البانة عشان نزركم في بيت. خدكم زريتونا لما قلنا إيه. يا أخوي يا أخوي أنا في دوك. أنا معي تامة دخلت البيت معي معوقين 77 إعمى. لو تأخرت عليهم بس دقيقتين يجيبوا يساكعوا من جدار لجدار. خليني أبني أنا في دوك. وراك شو شو تحسس شو تحسس شو تحسس لي وراك روح عاد اختك لوجه الله. يعني روح وروح. سمحتك سمحتك. وانا بهب لي بهب. هيا جايب جالس من اول تتماوت لي تحصب نفسك الوحيد الجيعان داخل دي البلاد. انا جيعان خاص منك قراقر يشيل بوزه مغديات. اسمع موضوع انا من هنا جالس من صبح ربي ولا دخل جيبي ريال والراتب أنا وبيستين. بتخارجنا ولا رحنا الشرطة اليوم؟ إلا بخارجك إن شاء الله. عزرائيل وميكائيل يقول خارجوك بدقيقتين. خارجني ها مساك ها مساك ها
لا 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 واضي واضي ها واضي لا 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 أقبل الرشوة لضمير المهني مباشر سامي سامي الضمير المهني ها خمضي يلا مع السلامة الضمير المهني ما هداش زيدو زيدو مكاني يهز مكاني يهز هبلو هبلو على عقله ها مكاني زيدو زيدو سريع بدوه طيب سريع أنا خلاص طيب طيب خلاص هبلو على عقله ها مكاني يهز زيدو زيدو مكاني يطبل مكاني يطبل سريع 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 طيب ها خمضي الضمير المهني ما هداش ما دحين بندي أبو قدر لما يهدى أبا أبا شو عاد باغي معي أنا هكذا وديني الشرطة أحسن لي لا الشرطة لا 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 خلاص أنا بحايلبو بوس 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 هدا 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 يلا نكسبك زبون بس على فكرة تامر لما تسوق وبتكلم بالتلفون واربط حزام الامان أبا أبا أبا. ولا تحسبش انه اسلوب الضمير المهني ده اسلوب من فراغ لا 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 بالعكس هذا اسلوب علمي مدروس عشان نلزمكم تطبقوا القانون داخل المدينه هكذا نحن بنموت وكل واحد يوقف الثاني